بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. درس جديد من دروس شرح متن هداية المرتاب للإمام السخاوي رحمه الله تعالى، والبيت 57. قال رحمه الله: وجاء في الأنعام ما أشركنا، شابهه في النحل ما عبدنا. إذا انضبط مواضع ما أشركنا في سورة الأنعام، ما عبدنا في سورة النحل. قال تعالى في سورة الأنعام 148: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إلى آخر الآية. في النحل الآية 35: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. نلاحظ الآيتين هنا بأنه في الأنعام سيقول، وفي النحل وقال. في الأنعام بدأت سيقول، وفي النحل وقال، وسورة الأنعام أطول من سورة النحل، فجاءت فيها صيغة أطول سيقول، وضبطها قاعدة الزيادة للسورة الأطول. هذا بداية، يعني احنا الآن نراجع ما موجود في الآيتين من ما ممكن أن يحدث من لبس في الآيتين لدى بعض الحفاظ. في الأنعام قال ما أشركنا، قال تعالى في هذه الآية ما أشركنا، وفي النحل ما عبدنا، ونضبطها على قاعدة الترتيب الهجائي. كيف؟ إذ أن الهمزة من أشركنا، طبعا بعد كلمة ما جاءت أشركنا في الأنعام وعبدنا في النحل. إذا الهمزة من أشركنا قبل العين من عبدنا، إذا ما أشركنا في الأنعام وما عبدنا في النحل. وانتبه أيضا أشركنا فيها همزة نضبطها مع همزة الأنعام، أيضا هذا ضبط آخر. ما أشركنا في الأنعام لأنه سورة الأنعام حملة شديدة على الكفار، وهي حجة على كل كافر في كل عصر إلى أن تقوم الساعة، فناسبها ما أشركنا، فناسبها ما أشركنا، حيث أن الشرك ومشتقاته ذكرت في سورة الأنعام 22 مرة، بينما في سورة النحل ذكرت 9 مرات. ما عبدنا ناسبت جو سورة النحل لأنها سورة النعم، وذكرت عبد ومشتقاته فيها 5 مرات، بينما في سورة الأنعام مرتان. إذا الشرك ومشتقاته 22 مرة في الأنعام، فناسبها ما أشركنا، انتبهوا، وعبد ومشتقاته 5 مرات في النحل، بينما في الأنعام مرتان. لدينا في هذه الآية التي في سورة النحل تكررت من دونه في سورة النحل ولم تأتي في سورة الأنعام، وقاعدتها الزيادة للموضع المتأخر، وكذلك كلمة نحن أتت في سورة النحل، يعني أينما وردت من دونه جاءت معها نحن. والآية وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. سأنقل لكم فائدة من كتاب البرهان في تجويد متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان. زاد من دونه مرتين وزاد نحن، زاد من دونه، قال طبعا المؤلف رحمه الله، زاد من دونه مرتين وزاد كلمة نحن، لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته، ودل على تحريم أشياء وتحليل أشياء من دون الله، فلم يحتج إلى لفظ من دونه. هذا يتكلم عن الآية في سورة الأنعام لم تأتي من دونه، بخلاف لفظ العبادة فإنها غير مستنكرة، وإنما المستنكر عبادة شيء مع الله سبحانه وتعالى، ولا يدل على تحريم شيء كما يدل عليه أشرك. فلم يكن لله هنا من يعتبره بقوله من دونه، ولما حذف من دونه مرتين
حذف معه نحن في آية سورة الأنعام. هذا من كتاب البرهان كما قلت لحضراتكم في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم الموصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.